أعزائي الطلاب، أرحب بكم بالجلسة الامتحانية لمادة الكيمياء للثالث ثانوي العلمي، كما أرحب بضيوفي الآنسة نور اليوسف والآنسة ليلى حشيشة، والشكر موصول للأستاذ محمود حامد مدير المنصة، وللآنسة صابرين لويس مهندسة المعلوماتية. أبنائي الطلاب، وصلنا إلى المحطة الأخيرة وهي مادة الكيمياء، وهي المحطة الأخيرة بعد تعب المشوار. كثير من الطلاب بحاجة إلى بعض النصائح. أنسي نور، ما هي بعض النصائح والإرشادات التي يمكن أن تقدميها للطلاب الثالث ثانوي؟ بداية نرحب بأعزائنا الطلاب ونتمنى لهم يجتازوا مرحلة الامتحان بخير وسلامة، ويظلوا على نفس الوتيرة من النشاط بالدراسة، يحاولوا انه ما يملوا بدراستهم. طبعا مادة الكيمياء هي اخر مادة، فبدنا نحاول انه ما تبرد همتنا بالدراسة ونطنش عن هالمادة. طبعا نحن بنعرف انه جزء من علامة او علامتين ممكن يأثروا على مصير الطالب ويغيروا له مستقبله، فبنحاول انه نضل نكثف دراستنا اكثر واكثر. وطبعا انتم بتعرفوا انه مادة الكيمياء مادة شيقة، وبنقدر نحصل على علامة تامة بسهولة اذا طبعا راعينا بدراستنا الدقة بكتابة الصيغ والمعادلات والى ما شابه. ونتمنى لكم التوفيق والتفوق. اشكرك انسي نور. انسي ليلى، ايضا بعض النصائح كانك انسي خبيرة للطلاب بشكل عام. هو الطالب بيعتقد عادة استاذنا انه هي اخر مادة والوقت الها قليل وما راح يأدي، بس هي بالنهاية حصيلة نتاجه طوال السنة وتعبه، فأكيد بين يوم ونص ما راح يلحق يدرس مادة، وإنما هو حيعيد النقاط الأساسية اللي هو فهمانة أصلا، فإعادة المادة ما بيطلب أكثر من يوم ونص. أشكرك أنسي ليلى. أنسي نور، حضرنا بعض اختيار من متعدد لكامل الكتاب أو الجزء المطلوب منه، فياريت تساعدينا بحل وبعض المناقشة. قرأي لهم السؤال. بس الخط شوي. اختر الإجابة الصحيحة. تطلق نواة عنصر مشع اكس زد اي جسيم بوزيترون فتتحول إلى نواة واي زد زائد واحد اي واي زائد واحد اي واي زد ناقص واحد اي اكس زد A زائد واحد. طبعا بداية قبل ما نكتب أي معادلة نووية أو نعرف شو بده ينتج عندي، شو النواة اللي بدها تنطلق، لازم نعرف صيغ الجسيمات الخمسة، واللي هنن النيترون N01، البروتون H11، البوزيترون E زائد واحد صفر، والإلكترون اي ناقص واحد صفر، ونواة الهيليوم او جسيم الفا اتش اي 2 4. طيب هون قالوا لي تطلق نواة عنصر مشع اكس زد اي جسيم بوزيترون، اذا تطلق معناتها بده ينتج عندي بثاني طرف البوزيترون اللي هو اي زائد واحد صفر. طبعا المعادلة حتى نعرف من هي النواة لازم تكون المعادلة النووية محققة مصونية العدد الذري والعدد الكتلي. يعني هلا العدد الذري عند الاكس هو زد، لازم بثاني طرف يكون كمان زد. طب
البوزيترون عدده الذري هو زائد واحد، معناته أنا بدي أدور من هالعناصر على عنصر بحيث إذا جمعت العدد الذري للواحد اللي بيخص البوزيترون يطلع معي زد، واللي هو زد ناقص واحد. العدد الكتلي رح يبقى نفسه لأنه البوزيترون عدده الكتلي صفر، إذا الجواب الصحيح هو سي. أنسي نور، النواة التي أطلقت بوزيترون هل كانت فوق حزام الاستقرار أم تحت حزام الاستقرار؟ طبعا النواة التي تطلق جسيم البوزيترون طبعا تكون تحت حزام الاستقرار، لأنه النسبة اللي بتحدد الاستقرار النواة هي N على B، وN على B هي أصغر من الواحد. أشكرك أنسي. أيضا ما هو التفسير العلمي لإطلاق النواة جسيم البوزيترون؟ طبعاً N على B، النسبة N على B إذا كانت أقل من الواحد معناتها العدد البروتونات تتفكك وتعطي النيترونات، وبالتالي نحصل على البوزيترون. السؤال الثاني. عينة من غاز الأكسجين O2 حجمها 4 لتر، عدد مولاتها نص مول، ودرجة الحرارة 127 سيليزيوس. إذا علمت أن R ما كتير عم تطلع، إذا علمت أن R تساوي 0.82 بالألف أتموسفير لتر كلفن ناقص واحد مول لتر ناقص واحد، يكون ضغط الغاز في العينة. طبعا واحد من الخيارات هو الجواب الصحيح. نحن عنا قانون بيربط بين هال يعني شو بدي اقول المعطيات. فعندي قانون الغازات العام بي بي في يساوي ان بي ار تي، بعزل البي لانه انا بدي اطلع الضغط، بي تساوي ان بي ار بي تي على في. الان هي نص، الار 0.82، في 4 لتر، درجة الحرارة هون لازم نحولها للكلفن يعني نجمع ل 273، إذا بيطلع عندي 400. بالعملية حسابية إذا اختصرنا بيطلع معي الجواب 4.1 أتموسفير. ننتقل للسؤال اللي بعده. أعترف أنسي، دائما أنت حاولي أعترف. نعم. من أجل التفاعل الأولي 3A زائد B يعطينا واتج، إذا زاد تركيز الـ A مثلي ما كان عليه فإن سرعة التفاعل. بداية بنكتب علاقة السرعة لأي تفاعل كيميائي. وهي أولي. تمام، التفاعل الأولي علاقة السرعة، سرعة التفاعل الوسطية هي تعطى بشكل K بجداء تراكيز المواد المتفاعلة مرفوعة لأس أمثال التفاعلية. طبعا نستغني عن المواد الصلبة والمواد السائلة، لأن المواد الصلبة والسائلة تراكيزها ثابتة فما بتدخل بعبارة سرعة التفاعل. طيب هلأ هون V تساوي K بتركيز الـ A مكعب بتركيز الـ B. إذا زدنا تركيز الـ A مثلي ما كان عليها يعني الـ A صارت الضعف وبدها تدخل الضعف بالتكعيب، فبده يصير عندي 8 من تركيز الـ A من تركيز الـ A مكعب بتركيز الـ B. طبعا ما ننسى انه في K، فبتطلع عندي 8 ضرب V، اذا السرعة هيك زادت 8 مرات عن ما كانت عليه. أنسي نور، لو سألوني عن رتبة التفاعل هذا اللي كاتبينه. تمام. بالنسبة لرتبة التفاعل الأولي، تفاعل أولي. تمام، بالنسبة لرتبة التفاعل الأولي بدنا نجمع الأسس، يعني هون الـ A أس 3، الـ B أس 1، فرتبة التفاعل هي 3-1، إذا رتبة التفاعل هي 4. بالنسبة للسؤال أجنب أنسى. أيه.
بالنسبة للسؤال رقم 4، إذا علمت أن قيمة KC تساوي 10 في التفاعل المتوازن الآتي، 2A زائد B يعطي 2C، فتكون قيمة KC للتفاعل الممثل بالمعادلة الآتية 4C يعطي 4A زائد 2B. طيب هلأ نطلع على هاي المعادلة ومنقارنها بالمعادلة الأصلية. قبل ما نشوف علاقة KC، نحن بنعرف انه اذا معادلة قلبناها، يعني المواد المتفاعلة صارت مواد ناتجة، قيمة KC الجديدة هي عبارة عن 1 على KC الأصلية. طيب اذا ضربنا بالمعادلة، ضربناها بأمثال، معناتها KC الجديدة هي عبارة عن KC مرفوع على أس هالأمثال هي. هلأ إذا اطلعنا على المعادلة هون وبدنا نقارنها بالأصلية، بنلاحظ إنه المعادلة هي معكوسة، يعني مقلوبة، المواد الناتجة متفاعلة والمتفاعلة ناتجة، غير إنه ضاربين المعادلة الثانية باثنين، معناتها KC الجديدة هي عبارة عن 1 على KC مرفوع للأس الأمثال اللي ضربنا فيه اللي هو 2، إذا 1 على كيسي مربع يعني 1 على 100، وبالتالي 1% هو الجواب الصحيح. طيب السؤال اللي بعده، عند بلوغ حالة التوازن في التفاعلات المتوازنة ينخفض تركيز المواد الناتجة؟ أكيد تركيز المواد الناتجة ما بينخفض عند حالة التوازن. المواد الناتجة بالبداية بيكون تركيزها معدوم، مع مرور الزمن بده يزيد إلى أن يثبت بحالة توازن، تنخفض سرعة التفاعل العكسي، كمان سرعة التفاعل ما بتنخفض، وطبعا في شيء بيخفضها أحد العوامل المذكرة. بالنسبة ل C تثبت تراكيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة، طبعا هذا هو الجواب الصح، لأنه بحالة التوازن المواد الناتجة مع المواد المتفاعلة تراكيزهم مع بعض بده يثبت بحالة التوازن. طبعا ما ممكن نضيف علاقة السرعة المباشرة والعكسي. تمام، بالنسبة لسرعة التفاعل المباشر وسرعة التفاعل العكسي عند حالة التوازن بتتساوى. الجواب دي طبعا مو صحيح، لأنه بحالة التوازن قلنا ما بتنعدم سرعة التفاعل المباشر، وإنما بتتساوى مع سرعة التفاعل العكسي. طيب السؤال اللي بعده، محلول مائي لحمض الخل CH3COOH تركيزه الابتدائي 0.5 مول لتر ناقص 1، ثابت تأينه 2 ضرب 10 أس ناقص 4، قيمة ال BOH تساوي. طبعا بدنا نطلع نحن قيمة ال BH أول، بعدين بنشوف العلاقة اللي بتربط بين ال BH وال BOH. حتى نطلع ال BH بدنا نطلع تركيز الهيدرونيوم من العلاقة، تركيز الهيدرونيوم تساوي تحت الجذر Ka اللي هو ثابت التأين ضرب Ca اللي هو التركيز الابتدائي للحمض، اذا تحت الجذر نص ضرب 2 1 ضرب 10 اس ناقص 4 تحت الجذر بيرجع 10 اس ناقص 2، اذا هذا تركيز الهيدرونيوم. هلا في علاقة بين الهيدرونيوم والبي اتش، هي تركيز الهيدرونيوم اللي هو 10 أس ناقص 2 يساوي 10 أس ناقص البي اتش، إذا البي اتش تساوي 2. طيب في علاقة بين البي اتش والبي او اتش، وهي البي اتش زائد البي او اتش يساوي 14، 2 زائد بي او اتش يساوي 14، إذا البي او اتش هي 12. ننتقل للسؤال اللي بعده. على اليمين، على اليمين، على اليمين خليك، ايوه هذا يلا. رقم 7، بالنسبة لرقم 7 عند نهاية تفاعل معايرة حمض الكبريت مع هيدروكسيد البوتاسيوم فإن قيمة الـ pH، طبعاً نحن بنعرف إنه بتفاعل معايرة حمض قوي مع أساس قوي بتكون طبيعة الوسط معتدل، إذاً قيمة الـ pH تساوي 7، إذاً الجواب الصحيح هو الجواب B، pH تساوي 7. بالنسبة لرقم 8، إحدى الأزواج الآتية لا يشكل زوج حمض أساس،
طبعا نحن بنعرف حسب برونشتيد والوري انه الحمض هو كل ماده تمنح بروتون للماده اللي بتتفاعل معها، والحمض بيتحول لاساس مرافق. طيب فحنحكي عن زوج زوج ونشوف اني زوج فيهم ما بيشكل حمض اساس. NH4 NH3 NH4 زائد منلاحظ انه منح بروتون للماده اللي عم يتفاعل معها وتحول ل NH3، اذا هذا زوج حمض اساس. طيب B H2O OH ناقص. طبعا الماء مثل ما بنعرف هو مرتب مذبذب، هو عباره عن ممكن يكون حمض او اساس. الماء منح بروتون فتحول ل OH، اذا هذا زوج حمض اساس. طيب نجي ل C HNO3 HNO2. طبعا الحمض هون اذا منح بروتون مفروض يتحول ل NO3 ناقص، هون ضل حمض. اذا هذا الجواب هو الجواب الصحيح. اذا هذا ما بيشكل زوج حمض اساس. نجي للخيار الاخير HCN، هو حمض منح بروتون فتحول ل CN ناقص. يعني انسنور يعني كانه الحمض اساس بيرافقه تغير بعدد ذرات الاتش. تمام، يعني عدد ذرات الاتش عم يختلف بين الطرفين. تمام، يعني هون مثلا ان اتش 4 زائد بثاني طرف لاحظنا انه راح الاتش موجب فتحول ل ان اتش 3. الخيار سي بقي اتش، يعني كانه ما منح بروتون، لذلك هذا ما بيشكل زوج حمض اساس. إذا علمت أن الكتل الذرية للعناصر الآتية N14 H1 هي نحن بنعطيه عادة بنهاية مسألة O16 فيكون الغاز الذي له سرعة انتشار أكبر هو. شو بدنا نعرف مين الغاز يلي سرعة انتشاره أكبر؟ طبعا في عنا قانون اسمه قانون جراهام، هو عبارة عن نسبة سرعتي غازين تساوي الجذر التربيعي لي نسبة الكتلة المولية لهذين الغازين. طبعا التناسب هون عنا تناسب عكسي، فتناسب عكسي معناتها اذا التناسب عكسي معناتها بدنا نطلع على الغاز يلي كتلته المولية اقل بتكون سرعته اكبر. معناتها هلا بنجي ل الغازات واحد واحد رح نحكي عنهم. هلا بالنسبة لل H2 الكتلة الجزيئية له 2 ضرب 1 2، الأكسجين 2 ضرب 16 طبعا بالاعتماد على الكتلة الذرية المعطاة 2 ب 16 32 2 مع ال 16 18 2 ضرب 14 4 2 ضرب 14 28. بنلاحظ انه الكتلة المولية لغاز الهيدروجين هي الاقل، اذا سرعة انتشاره هي اكثر شيء ضمن هالغازات هي. عنسنور لو اجاني سؤال رتب هذه الغازات حسب تزايد سرعة انتشارها، نفس الجدول هذا. تمام، هون ساعتها الهيدروجين الهيدروجين اخر واحد بيلي اللي كتلته الموليه اقل اللي هي الاتش 2 او اللي هي 18، بيلي الان 2 اللي هي 24، بيلي الاكسجين اللي هي 32. اذا اسرع الغازات انتشارا هو غاز الهيدروجين، بعد منه اتش 2 او، بعد منه الان 2، بعد منه الاكسجين. اي تنازليا اذا رتبت طبعا انا عم برتب تنازل بشكل تباعدي بيبدا الاكسجين نيتروجين تمام اتش 2 او اتش 2 مضبوط. اللي بعدها انسي خلصناها؟ خلص. اشكرك انسي نور. انسي ليلى في عنا بعض التعاليم. ليش اللي هو هيك؟
أعطي تفسيرا علميا لكل مما يلي. التعليل هون سيتضمن المعادلات لأنه بيشرح معنى التفسير. أول شيء يعتبر الماء مركب مذبذب. ليش؟ لأنه طبعا هو الماء معروف أنه يسلك سلوك حمض مع الأساس ويسلك سلوك أساس مع الحمض، وذلك حسب المادة التي يتفاعل معها. الكلام لو كتبناه فقط نظري بدون معادلات سيبقى ناقص. الحمض، لماذا أول جزيئة ماء ستكون هي الحمض وثاني جزيئة ماء ستكون هي الأساس؟ فالجزيئة الأولى للماء ستتفكك إلى هيدروجين، تمنح هيدروجين وتعطي زائد OH هيدروكسيد، فلذلك جزيئة الماء الأولى هي حمض، سلكت سلوك حمض. أما الجزيئة الثانية فإنها ستتحد مع مين؟ مع البروتون أو الهيدروجين، أيون الهيدروجين، لتعطي أيون الهيدرونيوم، فهي استقبلت. فإحدى جزيئات الماء مانحة والأخرى مستقبلة. فإذا جمعنا المعادلتين حصلنا أن كل جزيئتي ماء ستتفكك أو ستعطي هيدرونيوم زائد OH. أنسي ليلى، لو طلبوا منا أكتب معادلة التأين الذاتي للماء، أي معادلة نختار؟ الأولى، الثانية، الثالثة؟ التأين الذاتي للماء طبعا الأخيرة. طلبوا منا يكتبوا عبارة كي ووتر. التأين الذاتي كي ووتر هو تركيز الهيدرونيوم أس واحد بتركيز OH أس واحد، لكن بما أن الماء ليكويد فإنه لا يكون في المقام، فتركيز الهيدرونيوم بتركيز OH يساوي كي ووتر ويساوي 10 قوة ناقص 14 في الدرجة 25 القياسية. طبعا نحن عم نتعامل مع الدرجة القياسية، لا نتعامل مع درجات غير قياسية. السؤال الثاني، يتمتع الملح بخاصية قطبية. طبعا نحن بنعرف انه الملح مركب ايوني والشبيه يحل الشبيه، فهو بده ينحل في الماء. ف فيتألف المركب الملحي من جزئين، جزء أساسي موجب وجزء حمضي سالب. الجزء الأساسي الموجب قد يكون أيون معدني أو أيون أمونيوم، لا يجوز أن يكون هيدروجين إنه ستحول إلى حمض. الأيون الحمضي هو أيون لا معدني أو عبارة عن أي جزر حمضي أو أيون مركب. نجي للتعليل الثالث، يترسب كمية إضافية من ملح كبريتات الباريوم BASO4 طبعا عند إضافة قطرات من حمض الكبريت إليه أو أي مركب يحوي الكبريتات. فنحن هون أضفنا إلى مركب آخر يحوي نفس إحدى الأيونات، فالBASO4 طبعا هي معادلة التوازن غير المتجانس، إنه هذا ملح لا ينحل في الماء، هو عبارة عن بي آ زائد 2 زائد اس او 4 ناقص 2. كي اس بي هو عبارة عن تركيز بي آ بتركيز اس او 4 اذا كان مشبعا. طبعا عند الاضافة اليه شو بده يصير؟ انا عندي ببي آ اس او 4 اس او 4 وعندي بحمض الكبريت اس او 4، فصار عندي اختل تركيز الايونات من الكبريتات، أيونات الكبريتات صار تركيزها ازداد عند الإضافة، فصارت جداء الأيونات أكبر من KSBE اللي هو جداء عندما يكون المحلول مشبع، فيصبح المحلول فوق المشبع ويختل التوازن. طبعا سنبحث عن حالة توازن جديدة، فسينزاح التفاعل بالاتجاه العكسي لكي نحصل على حسب قاعدة شاتيري على حالة التوازن الجديدة. يزداد ذوبان ملح فوسفات الكالسيوم، ثلاثية الكالسيوم عند إضافة قطرات من حمض كلور الماء. نلاحظ Ca3 ببيO4 القوس 2 ما فيها لا H ولا Cl. طب شو الوضع هون؟ هون معناتها إحدى الأيونات من H أو Cl ستسحب الأيونات، أحد الأيونات، ويصبح تركيزه أقل من فوسفات ثلاثية الكالسيوم. فإذا عند إضافة حمض كلور الماء ستنقص تركيز الأيونات الفوسفات في المحلول، حيث ستتحد مع
الهيدرونيوم الموجود في حمض كلور الماء ويقل تركيز بي او 4، وعندما يقل سيصبح تركيز الايونات في الحاله الجديده اصغر من جداء كي اس بي اللي هو عند في الحاله المشبعه، ويصبح المحلول غير مشبع وقابل للانحلال الجديد، فيختل التوازن وينزاح بالاتجاه المباشر دائما حسب قاعده الشاتولي، ينزاح حسب التراكيز الاقل. فتذوب كميه اضافيه من ملح فوسفات ثلاثيه الكالسيوم لنحصل على حاله توازن جديده. السؤال اللي بعده انسى. السؤال اللي بعده خالصين. اشكرك انسى. في عندنا درس الغازات في بعض النقاط يجب درس النووي في بعض النقاط يجب التنويه الى اكثر. كثير كبير الخط. بحث الكيمياء النووية. ناخذ تطبيق واحد يبلغ عدد النواة في عينة مشعة 8 ضرب 10 أس 20، وبعد زمن قدره 120 ثانية يصبح عدد النواة 10 أس 20، أوجد عمر النصف لهذه المادة. هلأ بداية نحسب عدد مرات تكرار عمر النصف N. عندنا عدد النواة 8 ضرب 10 أس 20، بدنا نعمل عملية تحول لهالنواة هي. بتتفكك، وقت بتتفكك طبعا بده يتفكك نصها راح يعطيني 4 ب 10 اس 20. هي عملية التفكك الأولى، بنضل بنعمل عمليات تفكك حتى نوصل لعدد النواة يلي عطونا إياها اللي هي 10 اس 20. إذا نص ال 4 ب 10 اس 20 2 ضرب 10 اس 20، نص ال 2 هو 1 ضرب 10 اس 20، بنوقف عند القيمة 10 أس 20 ونطلع كم مرة عملية التفكك تمت. هي 3 مرات، يعني كم مرة صار عنا تحولات أو تفككات. إذا N تساوي 3. بعد ما طلعنا قيمة N منعوض بالزمن الكلي. عبارة الزمن الكلي تساوي عمر النصف ضرب عدد مرات تكرار عمر النصف. T هو الزمن الكلي، T نص عمر النصف ضرب N هو عدد مرات تكرار عمر النصف. منعوض 120 تساوي T نص مجهولة عمر النصف ضرب 3. إذا T نص تساوي 120 على 3 وتساوي 40 ثانية. إذا عمر النصف طلع عنا 40 ثانية. هلأ لو كان مثلا الزمن مو بالثواني، كان بالأيام أو بالساعات، ما في داعي نحول. ليش؟ لأنه هي العلاقة بين بالطرفين في عنا زمن، فما في داعي لتحويل الزمن. سؤال تاني أو تطبيق تاني. أكمل التفاعلات النووية محددا نوعها. طبعا اللي باللون الأزرق هي تجي فراغ. CU 29 زائد N تعطي CU زائد طبعا CU 64 زائد فراغ. أي تفاعل نووي بدنا نعرف إنه بيرافقه انتشار طاقة، إذا إنرجي بتاني طرف. هلأ التفاعل هذا أول شيء بدي أطلع على الجسيمات بالمعادلة وحط العدد الذري والكتلي إلى N هو النيترون، حافظين نحنا إنه العدد الذري صفر والكتلي واحد. طيب هلأ وبدنا نحقق قانون مصونية العدد الذري والكتلي. طبعا هون عندي 0 و 29 اذا العدد الذري باول طرف 29 بثاني طرف بده يطلع عندي 29. بالنسبه للعدد الكتلي بثاني طرف معي 64. طيب باول طرف انا معي 1 للN، اذا بيبقى لل 64 63
اذا هيك بنكون طلعنا العدد الذري لل عدد ليش من التطافر؟ لأنه نحن بنعرف تفاعلات التطافر النواة تنقسم بجزئين وتنقسم تعطي نواة جديدة بالإضافة إلى جزئين جديد. إذا نلاحظوا معي نواة مع جزئين عطتني نواة جديدة وجزئين جديد. إذا هذا التفاعل من النوع التطافر. ننتقل إلى سؤال أو تطبيق ثاني. يتحول اليورانيوم المشع U-92-235 إلى الرصاص المستقر BB-82-207 المطلوب. احسب عدد تحولات من النمط ألفا وعدد تحولات من النمط بيتا التي يقوم بها اليورانيوم حتى يستقر. المعادلة يورانيوم 92-235 الرصاص B-82-207 زائد عدد تحولات من النمط ألفا مجهول اعتبرناه X من النمط بيتا واي كمان مجهول زائد هنا. طيب هي المعادلة كثير بسيط حلها، يعني إذا بدنا نطلع X وواي في عندنا مثل عندي معادلة أربعة إكس زائد واي ضرب صفر. هلا نلاحظ إنه الواي ضرب صفر خلاص ارتحنا من هالمجهول اللي هو الواي، بيبقى عندي معادلة مصونية العدد الذري. طيب 92 تساوي 92 زائد 2x زائد y ب ناقص 1. اذا هون بنعوض قيمة الاكس ب القيمة اللي طلعناها اللي هي 7 وبيطلع عندي
أشكرك أنسي نور. أنسي ليلى، في سؤال أحد الطلاب عن درس الغازات عم يتكلم عن السؤال الخامس، هل لي نوع الغاز علاقة بضغط الغاز؟ يعني نوع الغاز هل هن ولا فقط عدد المولات؟ هل يتوقف ضغط الغاز على نوع الغاز؟ السؤال الخامس اختيار متعدد عم يتكلم عن وجود نوعين من الغازات. هون ما له علاقة، فحيطلع نفسه الجواب نفسه. اي لأنه لا علاقة لنوع الغاز بالضغط. اي المهم انه عدد المولات للمزيج 4 و2 6، وحطينا مزيج من الاكسجين 6، فلا علاقة له، فحيكون الضغط نفسه. ايضا عم يسأل عن الخطوط البيانية، هون الطالب لازم يعرف دلالة الخط تناسب طردي ولا تناسب عكسي. أيوة فبيمسك العلاقة تبع قانون بويل إنه بي بي في يساوي كونست. أيوة. تمام. وبينقلها للطرف الثاني وبيشوف هل هو تزايد أم تناقض. أيضا في بعض التمارين عن الغازات يريد تساعدينا بحلهم. اي اللي بعدها. اي صغر شوي للنص، ما يعني اشتغل انسي ليلى اقرأي لي النص. طبعا عندنا هون عبارة عن مسألة صغيرة، الغازات عبارة عن دي عينة من الأكسجين وضعناها في وعاء، أعطينا حجم الوعاء فبالتالي هو حجم الأكسجين 12.3 لتر، عدد المولات 6×10 مول، ضغط العينة 1 أتموسفير في درجة الحرارة مناسبة، ما حطينا قديش هي درجة الحرارة. طبعا قالوا لنا انه تحول هذا الغاز الى الاوزون O3 بس عند الضغط ذاته ودرجة الحرارة ذاتها. طبعا عند الضغط ذاته ودرجة الحرارة ذاتها معناتها المتغير هو فقط الحجم وعدد المولات، فهون بنروح لقانون افوغادرو. كمان على اليمين. على اليمين انسى. على اليمين وين؟ طيب بنكتب اول شيء المعادله، O2 تحولت الى الاوزون O3. طبعا لزمنا 3 مولات من الأكسجين لتتحول إلى مولين أوزون. ترفعي لي شوية. طيب. طبعا حطينا في السطر الأول عدد المولات تبع المعادلة، هون 3 وهون 2، وحطينا عدد المولات المعطى بنص المسألة اللي هو 6×10 مول، وهون هو عبارة عن عدد المولات المجهول المتحول N2. N2 تساوي جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، 2 × 6×3 يعطيني يعني 1.2×3 4×10 مول. بعد منا طلبنا حجم الأوزون، فنحن في عنا قانون أفوغادرو، V1 على N1 في الحالة الأولى يساوي V2 على N2 في الحالة الثانية، وطبعا هو يساوي حجم المولي. الحجم المولي ليس 22.4 كما يعلم الطلاب، 22.4 هذا في الشرطين النظاميين فقط، عندما تكون درجة الحرارة 0 سلسيوس والضغط 1 أتموسفير. نحن ما عندنا الضغط 1 أتموسفير ولكن درجة الحرارة ليست 0 سلسيوس. عوضنا V1 وN1 وV2 وV2 هي المطلوبة، وعوضنا N2 اللي طلعناها من الطلب الأول. طبقنا جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، بيطلع 12.3 × 4×6، فبيطلع معي إنه V2 هي 8.2 لتر.
انسي حاولي بالسهم اللي تحت على اليمين. ها؟ ايه بركي أي يمشي حالها. تمام. طيب بعد ما طلب مني الحجم المولي فبختار اما النسبه الاولى او النسبه الثانيه، بس انا بفضل النسبه الاولى لانه هي من معطيات المساله. فاذا اما في واحد على ان واحد او في اثنين على اثنين هي عباره عن في مول، رح نحسب في المول. تعوضناها في واحد 12.3 على 6 بالعشره بيطلع 20.5 لتر، ما طلعت 22.4 لان درجه الحراره ليست 0 سلسيوس وانما الى قيمه. طلب اضافي انه يحسبوا لي درجه الحراره. نحن معنا قانون تابع الحالة بي بي في يساوي ان ار بي تي، فعزلت التي فطلعت بي بي في على ان ار. الضغط 1 اتموسفير، الحجم 12.3، عدد المولات 6 بالعشرة و 82 بالالف او 82 ضرب 10 قوة ناقص 3، طبعا هي الاكس ضرب مرتين، 12.3 ضرب 6 بالعشرة ضرب 82 ضرب 10 ناقص 3، طبعا فينا نطلع لفوق طلع معي الجواب بالنهاية 250 كلفين. طب نحن شو بدنا نعرف درجتها بالسلسيوس؟ في عنا قانون تي بالكلفين تساوي تي بالسلسيوس زائد 273، فلحتى اعرفها بالسلسيوس بنقلها للطرف الثاني، فبتصير تي بالسلسيوس تساوي تي بالكلفين ناقص 273، ف 250 ناقص 273 طلعت ناقص 23 درجة سلسيوس، فهي تحت الصفر، فلذلك ما طلعت معنا في مول 22.4. تطبيق آخر ولا؟ لا لا ما في. يعطيك العافية أنسي ليلى. بناخذ استراحة قليلا ثم نعود إلى الجلسة الامتحانية.